حبيبي عيبك الطيبة الله ومن جالك تهليبة حبيبي عيبك الطيبة ومن جالك تهليبة ومشكلتك على أي شيء دوتي بعيوني ومشكلتك على أي شيء أخيرا جينا في بالك أخيرا جينا في بالك أخيرا بانوا ذلك أخيرا جينا في بالك أخيرا بانوا ذلك وصرت تعرف يا خلي أنا اللي بس سبب قالك أنا اللي بس سبب قالك ما قلنا لك على هونك ترى والله يبيعونك ما قلنا لك على هونك ترى والله يبيعونك ومشكلتك على أي شيء دموع طيبة بعيونك والله ما أدري أحس إنه يعني حرام أحي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر عجيب أمر دنيانا عجيب غريب ما ترى فيها غريب تراها تجمع الأضداد حتى يحار لفهمها الفطن اللبيب يبالها سنة عجيب أمر دنيانا عجيب
طيب تراها تجمل مضدة حتى يحار لفهمي الوطن اللبيب يحار لفهمي الوطن اللبيب. عجيب الأمر دنيا عجيب دنيانا عجيب غريب ما ترى يا غريب تراها تجمع الأضداد حتى يحار لفهمها الوطن اللبيب عجيب أمر دنيانا عجيب. وعليكم السلام. دخلت بنام وما ادري ايش كان عجزت انام. يلا كويس انك جيت عشان الله قاسم لك لقمه. شفت كيف؟ ورا ما تنفتح ذي. ها قلبي؟ ورا ما تنفتح ذي. ايه لفه شوف عاكس اللفه وقد لفه. خلاص قربنا نخلص. والله خلاص افتح. خالف تهوي شوي. الله عاش والله يا الله والله انك تكسب بي اجر. اجر ايش يا حبيبي؟ هل كان جوع؟ يا عمري مرحلة الجوع في مرحلة الهلاك. انا خلاص وشك يعني؟ هذا وشك. هل كان جوع ريتويت بمرحلة الهلاك؟ حلوة والله. شكرا يا محمود. شوف انت و بنام بس اني معك بس قال امش اساسا انا دوره من الله. وش اللي امش يبيني غصبه يغصبك تغصب انت؟ تو بقول حاول فيني يعني بس انه ايش عندك؟ محمود يسوي اكل. قال والله انا بنام بس ما ادري. جيت تنام يا اخي ما ادري. شب بالك. شب الخبل. لا تاكل الحين حار ذا. يا حلات وزين هالعذروب. انطح فالك يا ولد. يا بيجيك ناقص. ارسل. على وشك. قل له على وشك. ايه مع ليمون شوي ويخلص. قال يا الرجال دقيقه بس.
تولي الأربع الباقيات وخلاص نحسن بالنعمة. بليام اللي فاز جنب اليوم سمعت نغمة شيء؟ والله العظيم انها نغمة نهاية الوقت. قضوه بسبع دقائق قلنا خلاص قلنا الكلام اللي عندنا وضحك. يود العيال بالمركز سامعين الصوت. هنا هنا. صادة قوي. تدري وش هو؟ يقولون الحين يقول صوت الجوال انا مو قلت الصوت طالع بكل مكان. الصوت يقول صوت الجوال طالع بمايك. اوكي؟ إذا صوت الجوال استر عليها طالع بمايكي ها؟ ليش صوتي أنا ما يطلع سبيكر بكل مكان؟ الحين صوتي كان سبيكر بالمنتجع؟ لا ما كان. طيب شلون نغمة الجوال تطلع سبيكر؟ ولا كنا نسمع كلام سرور. ها؟ ولا كنا نسمع كلام صالح. أقول لك أنا حلف حلف ها وأبصم مو بالعشر بجمع عدينكم معي وبصمهم بعد. إيه. إنه صوت نهاية الفقرة نهاية ال 15 دقيقة ذي. بدال ما يخلونه 15 دقيقة خلاه بسبع دقائق لأنه قضى الكلام. طيب ليش كذا ليش ما يعيد وشغله ويسمع؟ تدري يوم رحت هناك أظن ظلمات يوم القيامة يوم رحت هناك أبعد عن البث أوكي؟ يوم جوني اثنين أقسم بالله قلت يمكن شافوني بالكنترول ويبوني يبي يهديني أنا وجهي قلت يمكن يبي يهديني أبو الشباب. يوم جيت قال لي وش السالفة؟ طيب جوال كذا كذا قافلة معي أنا قافلة معي قلت أمس أفتش أنت يجي يفتش ما أفتش أنا قلت له طيب قلت له فتشن وحلفت قلت والله عيب اني حلف اصلا عيب علي غايب يقول كذا يقول جيب الكاميرا والله ما معي جوال يا اخي الحركات هذول حقت انا اخر مره سويتها حركه ذي ظني بخمس ابتدائي وربع ابتدائي انا بقتل علي ذا فكك منه يا شيخ بقتل عليهم اقتراح يجيبون هذا الجهاز حق المطارات اللي كذا يطوق يكشف معك شيء ولا لا لا ليش جهاز مطارات انا اذكر كان مع مصطفى المصري جهاز كيف اي هذا يجيبه خلاص ريحنا اقسم بالله اليوم اني غبنت تدري وش وحسيت بظلم والله العظيم السالفه هذه انك تتهم وانت يا ليت معي جوال صد اني غبنت من الظلم والله لا البلشه الجايه هناك ورا لا تاكل وانت تطبخ ترى نحسدك لا بس عشان اشوف وزنيه العالم في مشروب اكيد بس الشاي احلى يا اخي والله انك صاد بس الشاي ما في سكر كيف مو زين ايه الطعم الحلو يدمن عليه اللسان ثم يدمن عليه اتعب على مو زين مو زين خلاص يا محمود الكبده تقول خلاص هذه مي كبده يا حبيبي الكبده دوب حطيناها طيب ليش ما حطيت الاربع قطع هذه حرام ها ليش ما حطيت هذولي حرام؟ وش هي؟ الكبدة هذه باقي. نتبت محمود وأحمد سعود لا تحط عندهم الشعب يحطونه كلش كلش يحطه. والله محمود بحل اللي سوينا شكشوك أحمد سعود اليوم. إيه. أعوذ بالله. كل شيء بقى. بهارات. سودة 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 ما أدري وش هي. كلها بهارات. صحن صحن. طف انا تك الله يرحمني والدك طفيت يا قلبي الكبده ترى دوبي حطيت عدري شايفه بس راحت انقضت لا والله ما انقضت يعني لين تحالف لا تحالف سفنج سفنج لا تحالف لا تحط بالذم يا اخي كل شيء واحد يحالف والله امني صفور قلبي الحين الصينية رجاء خاص احس لو انك مسوي ذنب هذا كبره الليلة ان شاء الله ربي بيغفروا لك يا رب اي والله عشانك سويت هذا اللهم اغفر لمحمود امين امين دائما مذنب امين يغفر له يا رب امين وصالح دائما يهاوشان لا ما يهاوش كله اذا بعض الاحيان يلا محمود نشيل الاكل نوديه لك يا بعد قلبي انت الصينية وشو؟ الصينية هذه طيب لا ولا تزعل ولا تزعل شوي يا مندفع ولا تزعل إذا ما ولا تحزن يا ذنب لا تدري لا 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 افرح ود هذا انا شفته لا 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 خلنا نشيلها خلص الجشمات الصينية واحد اثنين ثلاثة خلص حط بارد حط لا 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 حط المشروب
إيه يا سلام. اليوم على مود حزن يا وليد. خلاص يا ابن حلال شف ترجع عند ربك. لا وش يقول هنا عنزي ذاك فاي؟ يقول والله إنه ما يقول أنا أبحلف إنه ما والله. قل أحلف لا دمك على جنب. لا يقول أقدر أحلف ما حلف هو لسع صاد فهمت. جيت برجع لكم في الشرم أقول تعال شلون تحلف؟ قال هذا محمود قال وليد هد. هو ما قال إذا دخلت يبي غثك يقول أنا ما حلف. أنا أقول لو بحلف قل له ذنبك على جنبك يا يقول خال. يقول أقدر أحلف. قل له احلف وش أردك صح ولا لا؟ إي ما حلف هو وليد. كان وليد كان يبغى يروح هذا فقلت له يا وليد تعال بس. أنا استغربت يوم قال حلف. تعرف ما حلف ما حلف. إي إي يمس ما طاري حلف. إيه يا سرب الحمام السلام عليكم. طيب قربوا الكراسي وقربوا المواصات يا أمسية شعرية. بعد لقاء صراحة راحة فقرة بالله يا والله الله. عندنا فقرة بعد العشاء حلوة اسمها كلام.